بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جماهير الخريبقية المتتبعة لأخبار نادي أولمبيك خريبقة، اليوم أردت أن أتطرق لموضوع يخص مايسترو الفريق نجيب المعتني. يعني مجموعة من التساؤلات طرحتها الجماهير الخريبقية، فين مشى نجيب المعتني؟ أين هو نجيب المعتني؟ نجيب المعتني اللي جدد العقد ديالو رفقة نادي أولمبيك خريبقة، وخاصة في هذا المكتب الحالي الذي يترأسه السيد الحبيب كنوزي كرئيس لجمعية نادي أولمبيك خريبقة. يعني مجموعة من المعطيات غادي نتحدثوا عليها في هذا الفيديو. إذا حسب مصادر يعني مقربة من طرف اللاعب نجيب المعتني، أشارت أن نجيب المعتني الآن يخضع لفترة علاج، سوف يلتحق الديار. سبق لي أنه سافر يعني الديار الفرنسية، قام بمجموعة من الفحوصات، والآن يعني سيجري مجموعة من الفحوصات الأشعة قبل التوجه للديار الفرنسية من أجل استكمال مرحلة العلاج بخصوص واحد الإصابة اللي عنده يعني في الرجل ديالو. بخصوص يعني تكاليف ومصاريف العلاج، أشارت هذه المصادر أن نجيب المعتني يعني يتكفل بجميع المصاريف الطبية، يعني بصفة ذاتية، يعني بمصاريف ديالو الشخصية هي اللي كيتكلف بها الآن، يعني من أجل الإشراف على مصاريف العلاج، كذلك مصاريف ديال التأشيرة من أجل العلاج، يعني متابعة العلاج في الديار الفرنسية. دائما يعني في إطار الرأي والرأي الآخر، ربطنا الاتصال بالسيد الدكتور المدير سهامي بصفته يعني رئيس مجلس إدارة شركة إف سي خريبقة، واللي أكد لنا المعطيات وأكد أن نجيب المعتني يخضع لفترة علاج، وعلى يعني بنفقات يعني ذاتية ديال نجيب المعتني. كما أكد يعني السي المدير سهامي أن اللاعب يعني الى ابوندوني سون بونس، يعني غادر يعني التدريبات، لذلك يعني مابقاش كيتوصل يعني بالمستحقات الشهريه ديالو. في حين ان المصدر المقرب من نجيب المعتني اكد ان يعني العقد اللي سناه، يعني وعلاش وافق انه يجدد يعني العقد ديالو مع نادي اولمبيك خريبقة، كان يعني من بين الشروط اللي شرطها نجيب المعتني هو ان الفريق سيتكفل وسيساعده يعني في من اجل العلاج من هذه الاصابه اللي كيعاني بها بالديار الاوروبيه، في الحين انه كيقول ان الفريق يعني تنكر ليه يعني ولم يقم يعني بمساعدته ولم يلتزم ولم يفي يعني بالشرط يعني اللي كان واحد الميثاق شرف بيناتهم، ولم يكن هذه الامور يعني مسطره يعني في العقد ديال الجديد اللي جدو يعني نجيب المعتني. كما اكد نفس المصدر يعني ان الحشومه يعني ان الفريق يتنكر احد اللاعبين اللي ساهموا يعني في مجموعه من انجازات فريق اولمبيك خريبقة. لاعب سبق لي انه توج مع نادي اولمبيك خريبقة بكاس العرش للمره الثانيه يعني في تاريخ ديال نادي اولمبيك خريبقة. كذلك يعني كياكد مصدر ان نجيب المعتني رفض مجموعه من العروض من مجموعه من الفرق الوطنيه يعني ذات السيت الكبير من اجل نادي اولمبيك خريبقة. اذا الرأي يبقى لكم جماهير الخريبقية من أجل إبداء آرائكم، يعني سواء في التعليقات أو من خلال مشاركة الفيديو. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.